نحن عم مثل ما لاحظتوا كل يوم عن يوم عم بزيدوا هول الحالات، واذا كفينا بهيدا بهالطريقه رح نصير عن جد كثير كثير خطر، لانه صرنا بين ال 500 وال 600 كل يوم من الحالات عم يطلعوا هول التستد بس عم يطلعوا كورونا. واذا بدنا نرجع بعد كف تزيد رح نرجع ابواب الخطر مثل قبل. يعني نحن كثير عتلانين هم وخايفين، واذا كمان لاحظتوا انه الناس اللي عم تفوت على لبنان عم كمان الارقام عم بتزيد. امبارح 66 بوزيتيف من الوافدين على لبنان. بقى انا بحب وجه رساله انه بليز بليز كل العالم اللي وصلت على لبنان اما حاسه حالها ساخنه، ان كانت بلبنان او برات لبنان، لحتى وجع زلعين وجع راس، لو ما في حراره بده واحد يضلوا منتبه، ما يتخالطوا مع بعضهم، يضلوا متباعدين ليتأكدوا إذا عندهم كورونا أو لا، لأنه هيدي الدلتا هلأ في كتير عم تجي وجع زلعيم ورشح، ومش ضروري تكون تعمل حرارة 40، تعب، تكسير. الناس بتفكر إذا ما في حرارة، لا لا ما عندي حرارة، ما عليه، منه هيدا رشح، منه كورونا. لازم نكون كتير كتير منتبهين لأنه الأعداد عم تتكتر بسرعة. ومثل ما هلأ قلتوا أنه أول شيء مازوت ما في مستشفيات كلها منا فاتحة كورونا، عنا أدوية كتير كتير ناقصة بالبلد. يعني عن جد متجهين صوب كارثة. إذا كلنا سوا ما تضمننا وساعدنا بعض وانتبهنا واحترمنا التباعد الاجتماعي، نلبس ماسكات، العالم اللي بصير لها هلأ تعمل باكسان، اللي جاييها تعمل باكسان لازم دغري يروحوا يتطعموا كلهم، لأنه مجبورين. لازم نوقف هيدي البانديمي تبع الكورونا، وما رح توقف بلا هيدي طريقة. أول شيء بدنا كلنا ننتبه، نضلنا متباعدين، ما نتخالط، عطول غسيل الإيدين، نلبس ماسكات، نتطعم. كل الناس اللي وصل لها مساجات تروح تتطعم، تتسجل على المنصة ويروحوا يتطعموا، لأن هيدا الفيروس كل ما ينتقل بين إنسان وإنسان وإنسان كل ما رح يصير فيه متحورات، وبعد رح يجينا بعدين متحورات كمان يمكن أخطر من غيرها. ما في غير طريقة نوقفها إلا بهولي.